كتصالحوا وتنتخاصموا غير هو شوفي نوضح لك واحد المساله. انا تنقولها وعن صدق، انا ما عمر العيب ما كان تيجي مني، ما عمر العيب ما تيجي مني. دائما ربما واحد الناس تكون عندهم واحد نوع ديال الغيره، كاين واحد النوع يقدر يحسدك على اي حاجه، يحسدك على خاتم مثلا لابسه، فما ما عرفتش ديك السيده مالها معايا لبنى مالك معايا. فتنتخاصموا تنتصالحوا تنتخاصموا تنتصالحوا، ودابا ما كاينش زعما هضرتنا ما كنهضروش. مؤخرا سولوني على الراي ديالي في الكليب اللي دارت، قلت رايي بكل صراحه، ربما ما عجبهاش الراي ديالي لانه هي كانت طلبات من الادمن عندي في الجروب انهم يحطوا لها الكليب ديالها في الجروب عندي. قلت لهم مرحبا، الجروب عندي فيه 6000 مومبر، ما يمكنش انا غادي ندخل بحكم انني انا صاحبه الجروب ندخل نقول لهم لا ما تقولوش رايكم بصراحه. ما تقبلاتش، فما يمكنش انني نرغم على الناس يقولوا شي راي ما ماشي ديالهم. فهي واخده موقف من يمكن، اما انا ما عندي معها والو. انا شوفي انا جريئه جدا جدا جدا، جريئه جدا، جرأتي عندها حدود. يعني اخر حدي ممكن انني مثلا نطلع في لايف قابطه شيشه او تنشرب شي حاجه ولا قابطه كانوا اللي سبني نسبو. جرأتي انني نقدر نلبس بس كنلبس كيما لبسي اللي كنلبسو العادي، دايره طاطو، لكن ما نمثلش الدور اللي مثلاتش. لا لا نمثلت لبنى ابدا، ما نمثلوش هكاك، ما نمثلوش صراحه. انا ماشي تن نعيب فيها او لا، هي حره. انا بالنسبه لي انا لا ما نمثلوش.